ورحمة الله وبركاته. الآن فرضية نحاول نطيح الجيب هذا في جرف هنا داخلي تحت بقدر المستطاع. طبعا سيارة منتهية يعني تالف، ما فيها لا انجن ولا ماكينة ولا فرامل ولا شيء. بنحاول ننزلها الآن كذا ونشوف الفرق التطوعية كيف تطلعها ثاني. تابعوا معنا الله يرضى عليكم. الحاله اللي احنا سويناها نحاول نطلع سياره الان بالمنشات، نطلعها لين فوق. طبعا المنشات ما حد يقدر يطلع سياره لين فوق، بس توصل السياره هذه لين صدامها يوصل عند الحفره، هتيجي سيارتين ثانيه باذن الله تتابع معنا تسحبها بوايرات عاديه. حياتي لكم ابو فيصل. يا حبيبي الفرضيه ما تكون فيها الفرق التطوعيه، فرق الكويت، الامارات، المملكه العربيه السعوديه، عمل الخليجي، كل الفرق هذه العربيه. الفرضيه هذه سيارة، نعتبر سيارة هذه طايحة في الجرف هذا. طبعا احنا اللي طيحناها الان على اساس انه نحاول ننقذها باي شكل من الاشكال. طبعا السيارة مسافتكم على السيارة كان طول الواير مرة ونص، مرة ونص عشان ولدك. لا يتأخر، ننزل هنا حنطلع. والله ما قررت هناك ورا السيارات برا عزبت عزبت من جهة سبت يا اخوان. الله يرضى عليك. لا تقرب جنبه، لا تقرب جنبه.
انت كده قريب منه، لا لا افتح تلفزيونك كده بس ارجع دقيقه. ليش اجى يا ابو فهد؟ لا دقيقه قال شايفه. ارجع يا ريس لم الواير حقك شويه بس بس يلا سوى اثنين. بس انت انا ما ابغى منك رد اوكي. اذكر الله يا شباب. يلا بسم الله الرحمن. عملية إنذار تمت.
عن طريق الونش. صور خلاص صور كذا صور جيب ساحت كذا. طيب معليش ابو فيصل بعيد عنكم شوي كذا عن الفعاليه هذه اللي كنت قاعد اشرح عليها هناك وخايف لانه والله ما هي في راسي واول مره انا اسويها ولا كان محضرين لا شيء ولا واحنا ابدا كل اختراع هذا الان حصل انه نسوي فرضيه انه هذه السياره طايحه تحت نحاول نطلعها. ف أول شيء كانت صعوبة في نزولها، الحمد لله نزلت بسلام، الله يسهلها إن شاء الله وتطلع بسلام الآن، حتطلع بالونشات لين فوق هنا، بعد كذا تسحبها وايرات ثانية ثبتتها من هنا، لأن الونشات ما حد يقدر تطلعها لبرا. تحياتي لكم نتواصل معكم إن شاء الله بعد شوي كذا. فيصل فيصل معلش أنا أشرح عشان هذه فرضية أن السيارة طاحت بهذا البلد. طبعا ما كانت طايحة نزلناها للدقيقة نزلناها بطريقتنا هنا بمشين نزلناها للأرض على أساس أنها هي الآن طايحة وهي فرضية يعني مش حقيقية. تجربة الفرق التطوعية شاركنا فيها فرق التطوعية الإمارات والكويت وفرق السعودية عمل جماعي إن شاء الله خليجي بإذن الله مشرف بكل العرب. الحالة اللي احنا سويها نحاول نطلع سيارة الآن بالونشات نطلعها لين فوق. طبعا الونشات ما حد يقدر يطلع سيارة لين بس توصل السيارة هذه لين صدامها يوصل عند الحرفة هتيجي سيارتين ثانية بإذن الله تتابع معنا تسحبها بوايرات عادية. حياتي لكم أبو فيصل الشرح فرضية ما تكون فيها الفرق التطوعية فرق الكويت الإمارات المملكة العربية السعودية عمل الخليجي متعاون كل الفرق هذه العربية. الفرضية هذه سيارة نعتبر سيارة هذه طايحة في الجرف هذا طبعا احنا اللي طيحناها الان على اساس انه نحاول نلقدها باي شكل من الاشكال. طبعا السيارة سالفة ما هي سيارة حقيقية خلاص نحاول نطلعها بطريقة توزيع الاوزان ننزل السيارة الى 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 محضر معين هنرجع نسحبها بالونشات الان ثاني مرة. بعد ما نسحبها بالونشات هتثبت للاخير هنا فوق هتيجي سيارتين ثانية تسحبها بالوايرات الونشات ما حد يقدر تكمل تطلعها للامام لأن الوايرات حتكون وقفت في الحرب هنا ممكن تتابع الوايرات وتنقطع الوايرات ترجع السيارة الطريقة لا تنزل على جمهورها وكي دعواتكم واذكروا الله يا جماعة الخير وإن شاء الله نتوفق فيكم. بسم الله السلام عليكم تحياتي يا أبو فيصل. قالوا مليار جمال راح يقولون في واحد يقولون كلها مليار جمال أبو فيصل هنا. واحد
من هذه شفت السلسله هذه من تحت انت دقيقه وين انت تثبت نفسك لو لا تحت السلسله هذه امسك اللي شوف عليها وتمسك الواير كان يلا جاب واحد بس جاب واحد دبل هذه سيارة مش شايفة طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين تم انجاز مهمه والله يا جماعه الخير لا هي فراسي ولا مخطط لها ولا شيء زي كذا اللهم لك الحمد والشكر اننا ننزلها بهذه الطريقه الحمد لله رب العالمين زي ما قلنا يعني دائما خذ اصعب مش اصعب اطول 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 الطرق لأنك تطلع فيه سيارة لا تستسهل الموضوع تقول لا أجيبها هنا وأوديها من هنا أسوي كذا وأسوي كذا غلط يا جماعة الخير والله نصيحة من خبرة خبرة إيش مش خبرة سحب ولا خبرة بر خبرة مشاهدة مقاطع قدامي شفتها سيارات انقلبت أهم في الموضوع يا جماعة الخير موضوع الإرشادات اللي ما لها داعي تلاقي الجمهور متوقف عند الحالة هذه هذا يقول اسحب وهذا يقول ودي وهذا يقول لا كذا وهذا يقول لا كذا وهذا أكبر خطر طيب تورط السيارة أو المركبة اللي أنت بتحاول تنقذها تورطها تورط أنت تكبر العملية هذا يقول له يسحب وهذا يقول له يرخي وهذا يقول له يشد وهذا يقول له روح هذا غلط ليدر واحد ومعه مساعدين أوكي لكن 10 أنفار يعطوا آراء ضاعت العملية أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المقطع يعني مفيد للجميع أنا استفدت منه أنا والله العظيم العملية دي ما قد جربتها والله العظيم يشهد علي الله أنها أول مرة ننزلها بهالشكل خبرة تنضاف على الأشياء اللي تعلمناها من غيرنا في البر أبو فيصل ما يعلم الناس أبو فيصل ينقل ما تعلموا للناس حياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك الله هذولي جو يبغوا يطلعون معنا في قناة رواد بحر تابعون قناة رواد بحر ولا لا الله الله شو اسمك أنت دقيقة يا شباب اسمك إيش أحمد حمد الغامدي ونعم أسرع أسرع عبد الله أحمد إيه هلا والله وسهلا والله الحمد الغامدي والله ونعم نواف هذا إبراهيم حكم حياك مجد عشور ما شاء الله تبارك الله والله ونعم فيكم حياكم الله منورين
اقول خلنج وانا ترى بعطيكم كلمه حلوه. حياكم الله يا هلا والله وسهلا منورينا هنا. كيف شفتوا السياره؟ شفتوها صراحه كيف؟ شلون يوم طلعت؟ طلعوها بالحبال وبالونشات وبالدنيا ذي كلها. هذا بس عشان الناس لا طاحت لا سمح الله. انتم المناطق هنا كلها جبليه، فصار في شيء زي كذا ولا شيء ياخذون فكره، يمكن يكونون احسن مننا، تعلمون نتعلم منهم شلون يطلعون سيارات اللي زي كذا. طيب حياتي لكم، يلا نراكم على خير وتشوفون هالمقطع ان شاء الله في القناه حقت رواد بحر. حياكم الله. نعم يا اخوان. يسعدك ربي ابو فيصل. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. احب احيي كل المتابعين للقناه رواد بحر، وطبعا الليدر تبعهم ابو فيصل يعطيه العافيه والصحه. الله يعافيك. كانت مناسبه جميله مشاركتنا اليوم معاهم. الحمد لله. مع رواد بحر وقناتهم. ان شاء الله يا رب هذه حلقه تواصل بين نجوم جده وبين رواد بحر، وان شاء الله احنا كلنا تيم واحد نمثل بلدنا ونمثل رياضتنا الجميله ان شاء الله للامام. للامام باذن الله عز وجل. يعطيك العافيه ابو فيصل. الله يحييك. مشكور ومجمل والله يقويك ان شاء الله على القوه دائما. حياك الله يا ابو الوهاب. يا هلا والله وسهلا يا اخوي احمد.